عمر يقول أنا السنة الماضية حطيت نية الحظ في مارس. معانا السنة الماضية، حلو. من ذلك اليوم حرفيا عرفت أني محظوظ جدا، وصدقا حظي يكسر الحجر. مبروك، تستاهل. كيف أحافظ على هالطاقة الجميلة؟ وهل الحظ خط من خطوط اليسر؟ حط النية معانا هذا الشهر وتابع الرسائل، تابع الرسائل. عموما لما تكون الطاقة ماشية خلونا ما نربكها، أوكي؟ أنت ضبطت الموضوع السنة اللي ماضي، خلاص خلاص ضبط الموضوع. تبغى تحط النية وتنتبه للرسائل، بس لا تأخذ جزء كبير من وقتك واهتمامك للموضوع ما دام ضبط الموضوع. رزاز تقول اللي مو عارف نفسه محظوظ ولا منحوس، هل محتاج تنظيف عشان يميز؟ واو، يعني انت حاليا تقول انا ماني عارفه، والله انا محتاره، انا محظوظه ولا منحوسه، ماني عارفه. طب خليني اقول لك بشكل عام في حياتك، هل انت تحكمين اقرب للايجابيه ولا اقرب للسلبيه بشكل عام؟ هل انت اقرب انك تحكمين بشكل ايجابي او بشكل سلبي؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل انت تعيشين مرحلة الحياد؟ تعالي اصلا يعني انت معطلة فكرة الحكم كاملة. السؤال الثالث، هل الريموت كنترول معك؟ عشان اقول والله هذه يعني تفهم نفسها وتعرف نفسها وشايفة الازهرير كاملة، ولا مع حد ثاني، فبالتالي احنا ما نعرف. السؤال الرابع، هل انت منفصلة طاقيا عن مصادرك الطاقية ولا ليس بعد؟ في شخص ما زال متصل بمصدر الطاقة ما يدري، يحس انه هو محظوظ بس يعني عنده يعني تداخلات منحوسة من شخص اخر، ما يعرف. فهذه اللي تلخبط عليك الاشياء، تلخبط عليك الحكم. فوفا حبيبتي تقول قالوا حظ الملايح طايح، حظ القبايح لايح، تربيتنا على معتقدات بالحظ، كيف بدنا نغير هالمشاعر؟ اعتقد انك تفهمين القصة، يعني هما هي درجة كمثل، بس هي في العمق معنى، هي في العمق هي توصل معنى، بس الناس اخذوها يعني خلاص القبيحة حظها احسن من الجميلة، بينما في العمق الفرق انه الجميلة معتمدة على جمالها، فبالتالي تخرب الدنيا، والجمال طاقته عالية. محتمل جدا انه لما يكون بين يدين شخص ما يستطيع ان يتعامل مع هذا الجمال يلخبط الدنيا. لكن في المقابل القبيحة، مع انه ما احس انه في قبيحة، بس يعني على حسب المثل، انه القبيحة ستجتهد في انجاح القصة، هي مو معتمدة على شكلها، مو معتمدة على جمالها، في معطيات أخرى تحتاج إلى أنه تخلي القصة ناجحة غير الجمال. لذلك الجمال قد يضلل بعض الأشخاص اللي يحملون الجمال، ففهم المعنى يخليك أنك أنت ما أنت مرتبط بالقصة، ما أنت مرتبط فيها، أنك فككتها، صار عندك إدراك ووعي للمثل هذا. هل من الممكن يتأثر حظ الأم بطاقة الأطفال؟ طبعاً بدون أدنى شك. ما في طفل لما جاء في بيت أهله صاروا أثرياء من بعد ما جاهم. ما في طفل لما جاء البيت أهله انقلوا لبيت أحسن، بيت ملك. ما في طفل لما جاء البيت أهله انفكت عقدة أو مشكلة. ما في طفل لما جاء البيت أهله صار في شفاء من مرض أو انتهت قصة مؤلمة. فباركهم، عنده دور. عادي أحط نية الحظ وتبقى نية الشهرة لو لازم أقفلها؟ لا مو لازم، إذا أنت ما زلتي تبغين نية الشهرة خليها مستمرة، خليها مستمرة، خصوصا إذا حضرتي معنا طاقة الشهرة، أنت ما زلتي تطبقين تشتغلين، وبعدين بتجيك الرسائل والاختبارات، فخليها مفتوحة. وليش لا، أصلا هم يدعمون بعض، يعني يشتغلون مع بعض بشكل جيد.
شفت تقول لكم لما جيت زاد دخل أهلي. هل البومة رمز للحظ أم الحكمة؟ كلهم كلهم حسب الثقافات والفلسفات. أوه ماي جاد، قراصنة المال. أوه شهر يناير دائم كذا لما نقفل مادة. أوه واو نبغى المادة الفلانية تغلب عينهم. كيف أنفصل طاقيا عن الزوج؟ أوه عشان تحلين موضوع الكارما. صح يقول مسكين الزوج، ما ادري يمكن هي اللي جايبت له النحس بس هي مو منتبهه. هدى حبيبتي تقول امي تقول ما عندنا حظ، كيف اخرج من هذه الدوامه اللي امي فيها؟ او واو يعني انت تورطتي بمعتقد امك، لازم تنظفين هذا المعتقد. واقترح عليك انك تحضرين اسرار المحظوظين والبومه الزرقاء ورسائل الحظ، راح تفيدك كثير، راح تساعدك على انك تغيرين القصة اللي جواتك. نختم بهذا السؤال يا جماعة، هل مصاحبة قليلي الحظ او من يعتقدون بانهم كذلك يقلل حظنا؟ شوف الاصدقاء انت تختلط معاهم بكارمتهم، ما ابغى اقول انهم مثل الزواج ومثل المصادر الطاقية ومثل الشركاء المال، لكن أبغى أقول إنهم كل كارمتهم مهمة بالنسبة لك. ذاك لما تخالط أثرياء ترتفع احتمالية ثرائك، يعني كانت احتمالية ثرائك 10%، صادقت أثرياء صارت احتمالية ثرائك 40%. كنت أنت فاشل صادقت ناجحين صارت احتمالية النجاح عندك 50%. كنت أنت مريض صادقت ناس أصحاء عندهم طرق للصحة، تعدلت صحتك صارت صحتك 70%، وهكذا. لكن لا يمكنني أقارن الأصدقاء زي ما قلت لك بالأشخاص اللي راح تدخل معاهم في عقود، هذول يعني بدون أدنى شك يعني ما تقدر ما منها مهرب إنهم هم راح يغيرون من البناء الأساسي، كارمتك الأساسية يغيرون فيها. ودورك انك انت تختار الاصدقاء اللي يناسبون الرحلة. في اصدقاء يعني كل صديق قد يناسب لجزء معين من واقعك او من اجسادك او من رحلتك، واذا كان ما يناسب صراحة انت ما انت محتاجة. مو الموضوع انه انت تبغى تسوي بلوك وتزعل على الناس السلبيين، لا، الموضوع انه هذا الشخص لا يناسبني في الوضع الروحاني، لا يناسبني في الوضع المادي، لا يناسبني في موضوع النجاح، لا يناسبني في كذا، لا يناسب. طب أنا مخلي ليش؟ هو موجود ليش أصلا؟ هو موجود ليش؟ إحنا بشكل عام عندنا غوغائية في الصداقات، يعني نمشي ونصادق، شفناه في الشارع، شفناه في الطريق، شفناه في النادي، شفناه في الجامعة، وبعدين بعد ما تصير المواقف وش السالفة؟ وش اللي صار؟ هذا الشخص جيد ولا مو جيد؟ أخليه ولا أطلعه برا؟ ما هو أنت المفروض هذا الحوار في البداية، ما المفروض أنه يكون بعد. هذا الحوار المفروض عندك في البداية، هذا الشخص جاء لحياتي، إيش الذبذبة اللي قاعد يتناسب معها؟ أدخله؟ هذا الشخص مناسب لأي جسد من الأجساد؟ مناسب لأي قصة من القصص عندي؟ ولا ما يناسب؟ هذا الشخص جاي عشان يؤدي رسالة نور ولا رسالة ظلام؟ هذا الشخص جاي عشان يساعدني ولا يخرب علي؟ فالحوار المفروض يصير مبكر، ما المفروض انه يصير يعني متأخر. ذلك الأشخاص المحظوظين حولك يرفعون حظك، أشخاص المناحيس حولك أكيد بدون أدنى شك، يعني حامل المسك ونافخ الكير ما فيها شك. تقعد معاهم كل يوم، تسولف معاهم، تأخذ تعطي معاهم، أنت تنقل كل الطاقة كل الأفكار والمشاعر، في النهاية أنت يعني يا تحمل المسك يا تنفخ الكير معهم. هي قصة يعني عمرك شفت شلة مخدرات
واحد قاعد يتفرج عليهم؟ طبعا لا. طبعا لا. عمرك شفت مجموعة مصلين واحد يقول والله عن إذنكم ما راح أصلي؟ طبعا كلهم يروحون يصلون مع بعض. فهذه القصة، كله 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 ذبذبات وطاقة في النهاية تشتغل معهم مع بعض.